الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. دكتور ثابت نبيه رئيس اللجنة أو لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، شفما السؤال اليوم، شفما جديد في الوكالة أو وكالة الدواء، الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة؟ اليوم احنا كلجنة الصحة قمنا بدراسة القانون اللي جانا من وزارة الصحة اللي هو باش يكون في تكوين الوكالة الوطنية. الوكالة الوطنية للدواء هذه باش تتكون من هما تروا سيرفيس وكاتر سيرفيس الموجودين في وزارة الصحة، كانوا يخدموا مي سانكرونيزاسيون ما بيناتهم او الاتفاق ما بيناتهم ما كانش موجود بكثرة. اليوم هذوما الاربع سيرفيس باش نحطوهم في وكالة واحدة. الاهم حاجة اللي باش يكون اكسيون تاعها الوكالة هذه انه نقصوا في الامام اللي الميز في المارشي تاع الدويات هذه الموجوده، وبالطريقه هذه باش تكون افيكاسيتي وسرعه في الاكسيون تاع الدويا هذا. انا نعطيك انه هذا القانون هذا باش يتعدى نهار 5 جويليا على اللجنه العامه لمجلس نواب الشعب باش يتعدى القانون هذا، وان شاء الله باش ياخذ التصويت نتاعو في اللجنه العامه وتتكون الوكاله هذه. ان شاء الله احنا حاطين انه ما تنجمش تفوت 3 سنين في تكوينها، لكن ان شاء الله باش تتكون في اسرع من 3 سنين واقل من 3 سنين. هامه برشا تنجم تغلب البينيرين تاع الدواء الموجوده في تونس، بالاخص انك تنقص في الديرين تاع الامام الميز في المارشين تاع الدواء تديكم. تأكد انه باش تحاول ولو ما نسبش نقولوا 100% تنحى البنيري، مي باش تحاول حتى 10% 15%، وهذه حاجه سمحها برشا للبلاد. دونك قلت لي وانه في اقل من 3 سنين باش نجموا نشوفوا الوكاله الوطنيه للدواء ومواد الصحه موجوده على ارض الواقع ان شاء الله. أكيد إن شاء الله هذا هو أقل من 3 سنين. هو كي جانا المشروع الأولاني من وزارة الصحة كان حاطين 5 سنين، احنا كنواب وكلجنة الصحة في مجلس نواب الشعب طيحنا الداتا ذيك من 5 سنين حتى 3 سنين، وحتى كي جونا نقصونا جماعة منها المديرين العامين والجهة المبادرة اللي هي وزارة الصحة، هما حتى العامين وأقل من العامين موافقين على النص القانوني، موافقين أنه إن شاء الله وعدونا أنه في أسرع وقت ممكن تكون الوكالة دي على أرض الواقع. دكتور ثابت، لو تذكرنا بشنو دور الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة؟ هي الوكالة الوطنية، دور الوكالة الوطنية أنا قلت لك السيرفيس هذوما موجودين في تونس في وزارة الصحة، كما التفرضية الصيدلية، كما المخبر التونسي للفيجيلانس ميديكامونتوز، كما الدي بي ام، هذوما الديبارتمون هذوما. لكن في المقابل شفنا برشا تسايب، شفنا دواء فاسد موجود في الصيدلية المركزية، شفنا تنقل رئيس الجمهورية للمقر الصيدلية المركزية أشهر التالي، ومع ذلك دونك نجم نقوله أنه إحداث الوكالة الوطنية للدواء نجم يقضي على المظاهر اللي شفناها احنا قبل. أكيد باش يقضي على المظاهر هذه، ولو أنه المظاهر هذيك مش في الصيدلية المركزية، كانت في استيفات اللي هو معمل تاع الدواء، ونعرف الدواء الكل كي تصنع تم دويات تصنع وتنجم تكون أكثر من الحاجة نتاعنا، وتم دويات أنه ديستريكسيون تاع الدواء هو خطر على يزم ديستريكسيون تاعو تاع الدواء تطوير سيلون دي نورم ناسيونو وتصير في المعمل تم في السيفات. هذاك علاش شفتوا انتم المخازن المعبيه بالدويات البيريمي وفات اوقاتها. دونك راي ديستريكسيون دواء كي يفوت الداتا نتاعو مش حكايه دواء فاسد دواء، وينجم الدواء كي تصنع اللحظه هذيك يكون فاسد خطر غلطه صغيره ما نخرجوش الدواء للمارشي، مي يتحط في المخازن حتى تفوت على الديستريكسيون تاعو. مشكلة الصفات حاجة أخرى، وبالنسبة للدويات هذه الوكالة هذه صحيح المظاهر هذه الكل باش تقضي عليها، نعرفوها ثم مظاهر باش تحاول تقضي عليها وموجودة السيرفيس هذوما قلت لك من الأول يخدموا. احنا في الوكالة حطينا مثلا التفرطية الصيدلية موجودة في الوكالة، وهي التفرطية الصيدلية تبع دواء من بداية صنعه حتى لين يهبط المارشي حتى يتباع وتبعه في المارشي، وحطيناها في الوكالة موجودة. تري بيان، يعطيك الصحة. بور لو مومون دونك دكتور نحب نحكي معك في مواضيع أخرى. أهم المشاريع الصحية إن شاء الله اللي باش نشوفوها تتحقق على أرض الواقع. أهم المشاريع القوانين الصحية احنا أنا ديما نقول فيها، وملي ترشحت لمجلس نواب الشعب نقول أنا راني ترشحت الغرفة التشريعية من مجلس نواب الشعب. دونك الغرفة نتاعنا تو الموجودة هذه غرفة من مجلس نواب الشعب وليست بمجلس نواب الشعب، هذه غرفة تشريعية اللي باش تشرع القوانين اللي باش تفيد العباد باش تخدم في الجمهورية التونسية، مش نحكي كان على الصحلة، تفيد في تقدم وفي ازدهار تشريع القوانين وممتو رقابة للسلطة التنفيذية.
هذا رولنا احنا الغرفة هذه اهم دور رول اللي عنا في الغرفة التنفيذية التشريعية هذه من مجلس نواب الشعب. هذا وليس من مجلس نواب الشعب، وديما نقول فيها غرفة من مجلس نواب الشعب، هي الغرفة التشريعية عندها رول التشريع والرول الرقابي. بالنسبة لنا احنا كلجنة الصحة من اهم حاجات اللي باش نخدموا عليها، واللي انا كرئيس لجنة مصر انه باش نخدموا عليها، قانون المسؤولية الطبية، اللي هو هذا قانون المسؤولية الطبية باش يفيد في تواجد الأطباء اللي هنا، وما عادش الأطباء الصغار نتاعنا يخرجوا برا من القوانين هذه اللي كي نحكوا على البينيري في الميديسان سبيسياليست. بالنسبة لي أنا كشخص وكطبيب نشوف لها أنه ثم زوز حالات من القوانين يلزمهم يتعاملوا، قانون التحفيزي باش الطبيب يبقى ويخدم لهنا في بلادي، وثم زاد القانون اللي مش إجبارية 100% ولا رقم، مي إجبارية صغيرة باش نخليه يخدم لهنا. ثم دي صار دي قوانين منهم قانون المسؤولية الطبية، هو قانون تحفيزي باش يخلي الطبيب يخدم لهنا، وثم زادة قوانين اللي باش تكون استغلال الصحراء التونسية. أنا نعطيك في الفلاحة مثلا أنه كنجو نشوفوا واد سوف وصل حتى الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية ومن الخضر ومن المواد الغذائية نتاع الجزائر، ووصل حتى يصدر في المواد الغذائيه. اللي نجي كنجي نشوف التربه مثلا نتاع توزر، الكليما نتاع توزر، العادات والتقاليد نتاع توزر، حتى والجنوب التونسي نفس العادات والتقاليد نتاع واد سوف، وحتى المنابع نتاع المياه الجوفيه نفس المنابع. نجمو ننسجو على نجمو ننسجو على التجربه هذه نتاع واد سوف، وانه هما باش نوفروا للشباب باش يخدموا باش يستثمر في الفلاحه، وبابيك قوانين هذوما يستثمر يخدم في الفلاحه، واللي هو تنجم تفهم في مواقع شغل جديدة للشباب التونسي وفي ازدهار الاقتصاد التونسي. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.